السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السابع، ونلتقي اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم. حلقة النهاردة حلقة مميزة بإذن الله، لأننا فيها بنناقش وبنراجع مع بعض الدروس اللي موجودة معنا في الاختبار القصير الأول، وهي على دروس مخازن الطاقة الكيميائية وأيضا طاقة الحركة. في نهاية الفيديو بإذن الله بترك ليكم الحلقات السابقة الخاصة بشرح دروس مخازن الطاقة الكيميائية وطاقة الحركة في صندوق الوصف، ممكن انك تراجع الفيديو مرة تانية للتذكرة واستعادة المعلومات، وكمان بترك ليكم رابط لاختبار تجريبي على نماذج جوجل، ونعرف مع بعض طريقة الحل وكيفية تسليمه. دلوقتي يلا مع بعض نشوف مراجعة حلقة النهاردة بإذن الله. السؤال الأول بيقول لي: جميع الأجسام المتحركة لها طاقة وضع، طاقة ضوئية، طاقة حركة، طاقة متجددة. أكيد طبعا هتكون طاقة حركة، لأن إحنا أخذنا إن جميع الأجسام المتحركة تتميز بإن لها طاقة حركة. السؤال الثاني: ضع صواب أو خطأ أمام كل جملة من الجمل التالية: الطعام والشمعة كلاهما من مخازن الطاقة الكيميائية، صواب أم خطأ؟ طبعا أنا صنفت قبل كده وقلت إن الطعام والوقود والبطاريات من مخازن الطاقة الكيميائية. الطعام مفهوم، الشمعة أيضا، الشمعة عبارة عن مادة كيميائية، إذن الإجابة بتكون صواب. يمكن أن تنطلق الطاقة من مخازنها الكيميائية بدون حرق، هل يجوز اني استفيد من الشمعة او استفيد من الطعام اللي بتناوله بدون ما الجسم يحرق الطعام او انا اقوم باشعال الشمعة؟ اكيد لا، لابد للاستفادة من مخازن الطاقة الكيميائية ان يتم حرقها، فبتكون الاجابة عندي خطأ. الكهرباء من مخازن الطاقة الكيميائية، طبعا انا قلت هنا في بداية الكلام ان مخازن الطاقة الكيميائية اللي احنا بندرسها الطعام، الوقود، البطاريات. هل الكهرباء من الطعام والوقود والبطاريات؟ لا، وعندي دليل تاني ان الكهرباء لا تحرق، فبالتالي لا تصنف من ضمن مخازن الطاقة الكيميائية، إذن الإجابة أيضا خطأ. يفضل استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أكيد طبعا يفضل استخدامها عن البطاريات التي يتم استهلاكها مرة واحدة، لأننا عرفنا أنها بتسبب ضرر كبير للبيئة، فبالتالي يفضل استخدام هذا النوع من البطاريات، فتكون الإجابة عندي صواب. أنتبه طبعا في أسئلة صواب وخطأ أني بحصل على الدرجة كاملة لما أجيب على جميع العبارات بشكل صحيح، لا أقصد بشكل صحيح أنها صواب، أقصد بشكل صحيح أن الصواب يكون صواب وأن الخطأ يكون خطأ، حتى أحصل على الدرجة كاملة، لأن لا يوجد أنصاف في منهج كامبريدج. ننتقل مع بعض مجموعة أخرى من الأسئلة. السؤال الثالث بيقول لي: أي من الصور التالية تمثل طاقة حركة مع تفسير إجابتك؟ هيجيب لي هنا مجموعة من الصور ومطلوب مني أني أصنفها، مين فيهم اللي بيمتلك طاقة حركة؟ قلنا طاقة الحركة هي الطاقة اللي بتمتلكها الأجسام المتحركة. واضح من الصورة الأولى أن جميع الأطفال في وضع سكون وجلسين، والصورة الثانية هنا عندي صورة لأحد اللاعبين يمارس رياضة الجري، إذن أكيد هتكون الصورة الثانية هي التي تمتلك طاقة حركة. منساش أبدا إن هي مع التفسير، لأن الشخص يتحرك بالفعل، بينما الصورة الأخرى لا يوجد بها أي حركة. أخذ بالي أيضا في الإجابة من هذه الأسئلة إن كل من اختيار الصورة والتفسير عليه درجة، ولا يوجد أنصاف درجات في هذا النمط من الأسئلة. السؤال الرابع: أي من الصور التالية تصنف كمخزن من مخازن الطاقة الكيميائية؟ ممكن السؤال ده يصلح كسؤال اختيار من متعدد، عندي صور مختلفة أختار منها حسب السؤال اللي يمثل مخزن طاقة كيميائية. دي مساقة المياه أو الشلالات، ليست من الطعام ولا من الوقود ولا من البطاريات، وأيضا الشمس. هنا عندي الصورة طعام، إذن الطعام ممكن يصنف من مخازن الطاقة الكيميائية. أيوة فعلا كده بتكون الصورة الخاصة بي الطعام كمصدر من مصادر الطاقة الكيميائية. نلتقن إلى مجموعة أخرى من الأسئلة. صل من العمود واحد ما يناسبه من العمود رقم 2، عندي هنا مجموعة عبارات في العمود الأول وأمامها مجموعة عبارات أخرى في العمود رقم 2، أختار منها وأقوم بتوصيل كل عبارة بما يناسبها.
تمتلكها جميع الأجسام المتحركة، أكيد طبعا بتكون طاقة الحركة. كلما زادت كتلة الجسم، ها نتذكر مع بعض، أكيد طبعا بتزيد معها طاقة الحركة، وكلما قلت سرعة الجسم قلت معها طاقة الحركة. وأخيرا، ما العوامل التي تؤثر على طاقة الحركة؟ هيكون عندي عاملين اللي درسناهم، الكتلة والسرعة. احنا ملاحظين هنا ان في عندي مفردة زايدة، وده هنا بيكون عندي شرط من شروط اتمام هذا السؤال واخراجه بهذه الصورة. وايضا انتبه عزيزي الطالب ان لازم اجيب على جميع العبارات بشكل صحيح حتى احصل على درجة كاملة. ممكن تكون عندي هذا السؤال من درجة واحدة او من درجتين على حسب العبارات، وايضا لا يوجد انصاف للدرجات في هذا النمط من الاسئلة. السؤال السادس، اكمل العبارة التالية بكلمة واحدة مناسبة: من مخازن الطاقة الكيميائية الطعام والوقود، وكررناها كتير فهتكون البطاريات. انا بس بحب ان احنا نتعرف على انماط مختلفة من الاسئلة. المجموعة الاخرى من الاسئلة، اختر من الكلمات التالية ما هو مناسب لتصنيفه كمخازن كيميائية للطاقة. عندي هنا مستطيل يحتوي على العديد من الكلمات، اختار منها واصنف اللي يصلح كمخازن كيميائية للطاقة. المخازن الكيميائية للطاقة، الكهرباء هل تجوز كمخازن كيميائية للطاقة؟ طبعا لا، يبقى هتجنبها. قش الأرز الجاف، خدوا بالكم من كلمة الأرز، هو طعام طبعا بس هو هنا يقصد قش الأرز الجاف، ممكن أستخدمه كوقود، ممكن أحرقه وأستخدمه كوقود، إذا يجوز كمخزن من مخازن الطاقة الكيميائية. النفط أو البنزين، طبعا أنا عارفة ومتأكدة إن النفط من مخازن الطاقة الكيميائية. الكرة المطاطية، لا هي طعام ولا هي وقود ولا هي بطاريات، يبقى أهملها زي ما أهملت الكهرباء، مش بدرجها معايا في مخازن الطاقة الكيميائية. الفحم أيضا يصنف من الوقود ويمكن حرقه، ويصنف بالتالي من مخازن الطاقة الكيميائية. مياه الشلالات أو مساقط المياه، ليست من مخازن الطاقة الكيميائية. وأخيرا البرتقال كأحد الأطعمة، يصنف على إنه مخزن من مخازن الطاقة الكيميائية. السؤال الثامن، قرر سالم شراء بطارية للعبته، فعرض عليه البائع نوعان من البطاريات، أحدهما قابلة للشحن والأخرى غير قابلة للشحن، أي من البطاريات سيختار سالم ولماذا؟ طبعا أنا عرفت عندي في درس مخازن الطاقة الكيميائية إن إعادة استخدام البطاريات ده مفيد جدا للبيئة، فأنا على الفور هنصح سالم إنه طبعا يشتري بدون تفكير البطاريات القابلة لإعادة الشحن. ليه؟ لأنه بذلك يجدد الطاقة للعبته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ستكون آمنة للبيئة لأن ذلك يقلل من كميات المواد الخطرة المستخدمة التي يتم التخلص منها في البيئة. السؤال التاسع، أمامي هنا صورة لطهو الطعام بطريقة الشواء، تعالوا نشوف الأسئلة المصاحبة. في الصورة المقابلة، ما الدليل على أن الطعام تم تزويده بالطاقة من المادة سين؟ ما هو الدليل؟ إن تم نقل الطاقة من المادة سين إلى الطعام اللي موجود في الأعلى. طبعا هيكون دليلي إن تم طهي ونضج الطعام، الطعام نضج وممكن أتناوله، وهذا يدل على انتقال الطاقة من المادة سين إلى الطعام. السؤال التالي، ما هو مخزن الطاقة الكيميائية المشار إليه بالرمز سين؟ ما هو هذا النوع من مخازن الطاقة الكيميائية؟ طبعا هو عبارة عن فحم. وليه اعتبرته مخزن من مخازن الطاقة الكيميائية؟ لأنه طبعا تم حرقه وتم انبعاث طاقة منه ساعدت على نضج الطعام. السؤال التالي، عندما كان يلعب محمد بسيارته على السجادة، لاحظ بطء حركتها قليلا وأعاد تشغيلها مرة أخرى على الرخام فزادت سرعتها، فظن أن بها عيبا، فهل لك أن تفسر لمحمد ما هو السبب وراء قلة أو زيادة حركة سيارته؟ كان بيلعب محمد بالسيارة على السجادة، لاحظ أن هي بطيئة، أعاد تشغيلها مرة أخرى على رخام المنزل، لاحظ أن هي أصبحت سريعة. تفسير قلة أو زيادة حركة السيارة إيه؟
طبعا أنا درست في طاقة الحركة إن بطء السيارة على السجادة كان بسبب طاقة الاحتكاك بين السيارة والسجادة، فعملت طاقة الاحتكاك مثل ما درسنا على تقليل طاقة الحركة للسيارة، بينما على الرخام زادت طاقة الحركة للسيارة لأن لا يوجد بها احتكاك وبالتالي زادت طاقة الحركة. ده نمط مختلف من الأسئلة، والتفسير أيضا بيكون عليه درجة واحدة أو درجتين غير قابلة، لازم أقول التفسير كامل لأنها بتكون غير قابلة لوجود أنصاف درجات. السؤال الأخير، في تجربة لاستقصاء تأثير بعض العوامل على طاقة الحركة، تأمل الشكل المقابل ثم أجب. عندي هنا تجربة صندوق الرمل والكرات الزجاجية، وعندي هنا مسطرة عشان أقيس بها المسافات اللي تم إلقاء الكرة الزجاجية منها وأستقبلها في صندوق الرمل. النقطة الأولى بيقول لي أي من الكرات الزجاجية ستترك أثر أكبر في صندوق الرمل ولماذا؟ والسؤال الثاني بيقول ما هو العامل المؤثر في طاقة الحركة في هذا الاستكشاف؟ هل هي الكتلة أو السرعة؟ طبعا هنختار الإجابة الصحيحة مع التفسير. نبدأ نحل ونشوف. أنا هنا عندي زوج من الكرات الزجاجية، أحدهما أسقطته من ارتفاع أعلى والآخر واضح إن هو ارتفاعه أقل، فبالتالي اللي صاحب الارتفاع الأعلى بيأخذ سرعة أعلى أثناء سقوطه، وهنا أكيد سرعته بتكون أقل. أعتقد كده الأمور بقت واضحة جدا وأقدر أجاوب الإجابة بتاعتي بشكل صحيح. طبعا هيكون عندي الكرة الزجاجية اللي هتترك أثر أكبر في صندوق الرمل هي الكرة الأولى. الإجابة لسه ما انتهتش، طالب مني التفسير لأنها سقطت بسرعة أكبر. أما النقطة رقم باء، ما هو العامل المؤثر في طاقة الحركة في هذا الاستكشاف، الكتلة أم السرعة؟ بالتأكيد هختار السرعة. ليه؟ لأن طبعا واضح جدا من الرسم إن الكرتين لهما نفس الكتلة، إنما سقطت من مسافات مختلفة وبسرعة مختلفة. إذا العامل المتحكم في طاقة الحركة وأثر الكرات على الرمل هنا بيكون السرعة لأن الكتلة ثابتة. دي كانت مجموعة من الأسئلة اللي ناقشنا فيها واسترجعنا معلوماتنا وأفكارنا حول درس طاقة الحركة ومخازن الطاقة الكيميائية. أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم بإذن الله. ترك ليكم مرة تانية روابط الحلقات السابقة الخاصة بهذه الدروس، وأيضا رابط لاختبار تجريبي على نماذج جوجل أتمنى تستفيدوا بيه، وكل هذا موجود في صندوق الوصف إن شاء الله. أتمنى تكونوا استفدتوا بحلقة اليوم بإذن الله. ألقاكم قريبا جدا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.